سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الممرضة ناعمة الأحيان يعني كانت واحد الإنسانة اللي جد طيبة، كل الناس يعني كيعودوا عليها باللي راها إنسانة خلوقة، إنسانة طيبة، إنسانة مبتسمة، يعني توقف عليها ما غاديش تفوتك، دائمة الابتسامة. يعني هذه المصيبة الحمد لله على كل حال يعني جاتنا كصاعقة، ومازال العقول ديالنا ما استوعبتش هذه الفاجعة وهذه الوفاة ديال هذه السيدة. ويعني شخصيا انا كتجيني من العائلة ولحد الساعة اي من العائلة، واخا بعيدة شوية ولكن الحمد لله على كل حال. مالين الدار ديالها حتى هما ناس طيبين الحمد لله، يعني تقاتلات، كان عندها واحد الحلم بحيث هي الاخت الكبيره بين خواتاتها انها توصل انها تقرا وانها توصل تخدم، يعني باش انها تصوفي العائله ديالها، تقاد لهم الدار، انها تدي الوالد ديالها باش يتعالج بالحكم حتى هو، يعني واحد الرجل اللي كان خدام وهاد الساعه يعني مقعد. يعني تقاتلات، يعني هي واحد الانسانه، واحد الرمز ديال العطاء، واحد الرمز ديال الابتسامه، واحد الرمز ديال الكفاح، واحد الرمز ديال عدم الاستسلام، ولكن لله اقدر في عباده، وهو باع اكثر منا وخذها والحمد لله على كل حال. يعني كما كتشوفوا يعني الناس حب الناس، يعني حب الناس، يعني الشخص فاش كيبغيه الله راه كيامر يعني العباد ديالو والمخلوقات ديالو يعني بشتى انواع ديالها انهم يحبوا ذاك العبد اللي كيبغيه الله سبحانه وتعالى. والدليل هو امامكم هنا، يعني واحد مجموعه ديال الناس يعني وفد غفير يعني جاوا باش انهم يصليوا على الجنازه ديالها، والحمد لله على كل حال وشكرا لك. اولا السلام عليكم، بعدا كنشكروا منبر شوف تي في على الحضور ديالو وعلى انه قرب جميع المغاربه على الفيضانات الاخيره باقليم طاطا. فبالخصوص المرحومه نعيمه الحيان، صراحه ما كنعرفهاش عن قرب، انا بالحكم ديالي انا ابن بلده اقا، ولكن كنعرف الناس اللي عارفينها عن قرب كانوا صراحه كيعاودوا عليها انها من اطيب خلق الله. وكنعرف مزيان الزميله ديالها اللي تخرجت معها في المراكز ديال التمريض في تيزنيت، كانت ديجا هضرت لي على الحادث ديالها انها ودعوها بالفرح تما في اقا فاش ركبت. ولكن اش غنقول لك، مسكينه وصلت فاش وصلت المدخل ديال اقليم طاطا، شفنا الفيديو ديالها كامل اثر في جميع صراحه اثر ذاك الفيديو في جميع ساكنات اقليم طاطا والمغاربه كافه. واش غنقول لك، بغينا نوزو واحد الرساله للشوافرية اللي كيسوقوا الحافلات، الله يرحم لكم الوالدين، راه الوقيته ديال الشتا هذه ولا من غير الوقيته ديال الشتا، شتي في الطريق، شتي الطريق ما مساعدكش باش انك تكمل الطريق، وقف اللهم تبقى تما نهار يومين ماشي مشكل، وتسلم الناس وتديهم بخير وعلى خير، ولا بحال هذه المأساس. ما بغيناش صراحه الله مره اخرى نشوفوا شي واحد تاثر بحال الوالدين ديال نعيمه، وبحال الوالدين ديال واحد الفتاه، والاب ديال واحد الفتاه اخرى، شفنا الفيديو ديالو مسكين تاثر جاي من سطات حتى لهنايا باش انه ويشوف واش لقى بنتو اللي حد الان مازال ما لقاوهاش. صراحه راه هاد والسلطات حتى هما بغيناهم انهم في هاد المسائل تكون واحد الصرامه، صافي كاين الشتا كاين الواد، حتى واحد ما غادي يدوس، ماشي تقول هذا حتى واحد ما غاديش يدوس. والسلام عليكم ورحمه الله.